قبل يومين الرئيس ترامب قد خاطب الكونغرس الأمريكي لأول مرة، وكل مرة يتحدث فيها دونالد ترامب نتفاجأ. المفاجأة يوم الثلاثاء كانت متعلقة بنبرة صوته، فكانت تصالحية أكثر من خطاب تنصيبه. حتى هذا الوضع الذي نحن فيه الآن غريب، نحن نعتقد أنها لا إشارة جيدة أنه لم يعلن الحرب العالمية الثالثة، فالأوضاع حقا مزرية على المستوى العالمي. كان من الواضح أنه بالنسبة له السياسة الخارجية مرتبطة بالأمن الوطني ومرتبطة حصريا بالأمن الوطني، السياسة الخارجية مرتبطة بالانخراط العسكري وحقوق الإنسان لا تلعب أي دور في ذلك. ولهذا فمن منظوره الحرب في سوريا هي في المقام الأول موضوع متعلق بالأمن القومي الأمريكي. الإشارة الوحيدة التي قام بها لسوريا في خطابه كانت مرتبطة بداعش، ولم يشرح لنا كيف ينوي أن يكافح داعش. كلنا نعرف أن القضاء على داعش هي ليست الوسيلة الوحيدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الحرب الضارية. نحن نعرف أن ثمة ثمن ندفعه عندما ننخرط في بلد ما لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن هناك ثمن ندفعه كذلك إذا ظللنا ساكتين بلا حراك دون أي رد فعل على انتهاكات حقوق الإنسان وعلى الوضع الإنساني المزري. إن الوضع يتعدى تخيلنا. هذه الحرب تعد تهديداً لكل المصالح الجيوسياسية. الوضع على الأرض طبعاً أكثر تعقيداً من ذي قبل. عندما قال ديمستورا أن الوضع في سوريا هو أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ديمستورا هو المفوض الأممي الممثل الأممي لسوريا، لقد قال هذه العبارة في 2013. ونحن الآن قد شهدنا قصف المستشفيات والحرب الضارية في حلب، الآلاف قد أجبروا على مغادرة البلاد وكانوا يجازفوا بحياتهم في وجه المهربين. فقط أقلية قد تمكنت من الوصول إلى ألمانيا أو من الوصول إلى أي دولة أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي. 6.5 مليون شخص من المشردين داخلياً، 14.5 مليون يحنكون إلى مساعدة إنسانية بداخل سوريا، ذلك بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. والنظام الذي أدى إلى هذه الحرب لا يزال في مكانه، وطبعا بفضل دعم موسكو بشار الأسد تمكن من الاستمرار في سياسة تدمير الدولة. الأسد قد عذب المدنيين من خلال وقف المساعدة الطبية والمساعدات الإنسانية، وكما نعلم الوضع في سوريا وفي سجون سوريا خصيصا هو وضع لا يوصف. ولا أود أن أقتبس ما كتبته بالفعل في هذه الكلمة لأنكم كلكم على علم بالوضع المزري في السجون. دعوني أكون واضحاً، الأسد وبوتين هم ليسوا الجناة الوحيدين. إنني أندد بجميع أنواع العنف الذي يرتكب في سوريا، وهذا ينطبق على الأسد وينطبق كذلك على داعش، جبهة فتح الشام، وكل هيئة أخرى وكل فرد آخر يدوس بأقدامه على الكرامة الإنسانية في سوريا. كما أكدت الأمم المتحدة بالأمس، جميع الأطراف قد ارتكبت جرائم حرب في سوريا، ولكن من المهم أن نتذكر أن الأسد هو الذي بدأ هذا النزاع، هو الذي شن الحرب ضد مواطني سوريا، المواطنون الذين انتخبونه لحماية سوريا. إذن ما هو الوضع الآن؟ من المؤسف أن نشهد هذه المأساة الإنسانية، ولكن من وجهة نظر سياسي
ملتزم بالسياسة الخارجية. من المؤسف كذلك أن نرى فشل المجتمع الدولي لاستجابة لهذا التحدي. كلما طال الوقت للمجتمع الدولي بأن يقف ساكت بلا حراك كلما ساءت الأزمة. قبل يومين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يقر بجزاءات ضد النظام لاستخدامه أسلحة كيميائية. بلا شك ما من إجابة سهلة على النزاع في سوريا. مجلس الأمن في الأمم المتحدة لا يستطيع أن يمرر القرارات بسبب روسيا والصين. المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتصرف لأن سوريا ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي. السلام سيكون من الصعب جدا أن نتوصل إليه. إذا ما الذي يمكن أن نفعله؟ قد يقدر بنا أن نغير المنظور. ينبغي أن ننظر لسوريا ليس من منظور الفاعلين ولكن من منظور الضحايا. السلام المستمر يحتاج إلى المصالحة، وهذه عملية صعبة ومؤلمة ولكنها ضرورية في الوقت ذاته. العدالة تعد عنصراً أساسياً لهذه العملية. نحن اليوم سنتحدث عن المساءلة للفظائع الجماعية التي ارتكبت في سوريا، وهذا يعني أننا نحتاج إلى مساءلة على الصعيد الدولي وكذلك على الصعيد الوطني. في أكتوبر الماضي مجموعتي البرلمانية قدمت مشروع قانون تدعو الحكومة الألمانية لزيادة الدعم للعدالة الجنائية لسوريا والعراق. إذا لم يكن هناك سبيل لتقديم الوضع السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية حالياً بسبب طبعاً فيتو الصين وروسيا، فيجب أن نفكر في البدائل. من البدائل على المستوى الدولي هو أن نعد لمحكمة خاصة، وللأسف هذا البديل يواجه نفس العراقيل التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية. ما يطلق عليه الولاية القضائية العالمية على المستوى الوطني يلعب هنا دورا. الحزب الذي انتمي إليه كان يناضل في البوندستاغ الألماني لتحسين الإطار القانوني للجرائم التي ارتكبت بالخارج حتى يقدم الجناح للعدالة في ألمانيا. وبفضل القانون الألماني المعني بالجرائم الدولية والتي تم التوصل إليه في عام 2002 عندما كان حزب الخضر متألف مع الحزب الأحمر، هذا القانون مكننا من تقديم العدالة كلما نرتكب جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب. يمكننا تقديمه من العدالة هنا في ألمانيا. كلنا يمكن أن نساهم في إنجاح هذه العملية. المنظمات غير الحكومية على سبيل المثال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، هذا المركز يلعب دورا كبيرا في هذه الأمور كما شاهدنا بالأمس، وأشكر المركز على ذلك. اللاجئون في ألمانيا يلعبون دورا مهما لتحقيق العدالة. في الكثير من الأحيان في الكثير من القضايا قد ساعدوا في التحقيقات وقدموا المعلومات اللازمة. إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تلقى حوالي 3900 معلومة من اللاجئين في ألمانيا، ونحن السياسيون يمكن كذلك أن نقدم مساهمة. إننا مسؤولون عن الإطار السياسي والقانوني لهذه العمليات. مارتن لوثر كينغ قد قال أن الظلم في أي مكان هو خطر على العدالة في كل مكان. لا يمكن للعدالة أن تجعلنا نتخلص من الجرائم التي ارتكبت بالفعل، ولكن العدالة تسلط الضوء على الضحايا. وإنني أثني على مؤسسة هاينريش-بيل على تنظيم هذه الفعالية، وأشكركم جميعا على حضوركم. شكرا جزيلا سيد جيم أوزدمير رئيس حزب الخضرة على هذه الكلمات الاستهلالية اليوم. يسعدني أن أدير دورة الحوار الأولى التي تضم السيد كروغر والسيد لايشت والسيد وودز. أنا فولفغان كاليك وإنني رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وإنني أشارك في تنظيم هذه الفعالية مع مؤسسة هاينريش-بيل. رئيسة البرنامج كذلك منضمة إلينا. إذن أرحب بكم جميعاً
ورحب خاصة بأصدقائنا السوريين. ولكن لا أستطيع أن أطلق على السيد أنور البني أو مازن درويش أصدقاؤنا، لأن هذا هو وطنهم، خاصة عندما يأتون إلى مكتبنا. لقد تعاوننا مع بعضنا البعض بشكل يومي على مدار الأسابيع المنصرمة إعدادا لهذه الفعالية. أرحب كذلك بجميع منظمات حقوق الإنسان السورية التي قدمت دعما صريحا للدعوة التي رفعت بالأمس، وأرحب كذلك بالزملاء الأجانب من المنظمات الأخرى الذين انضموا إلينا لمناقشة الجلسات المختلفة. لقد تفاجأنا من رد الفعل الإيجابي لهذه الفعالية، وستدركون أن البرنامج مكتظا بعض الشيء، فبدلا من جلستين سيكون لدينا ثلاثة جلسات. هي جلسات قصيرة نظرا للمعرفة المتخصصة التي يتمتع بها المشاركون في الحوار. نعتذر عن عدم إمكاننا تنظيم مناقشة مفتوحة، لأن إذا قمنا بذلك لن ننتهي أبدا. سيكون هناك مجال للمناقشة، وسنعقد استراحة لمدة 30 دقيقة بعد انتهاء هذه الجلسة الأولى ولبداية الجلسة الثانية. أعتقد أن الاستراحة لن تتعدى 30 دقيقة. لست أنا المسؤول عن الالتزام بالإطار الزمني. وبعد انتهاء الفعالية من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة، نأمل كذلك أن يتاح لنا المجال للمناقشة. قد تتساءلون لماذا ساهمت مؤسسة هاينريش بيل والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في إعداد هذه الفعالية. في حالة مؤسسة هاينريش بيل فلا نحتاج إلى شرح طويل، لأن هنا في هذه القاعة نظمنا فعاليات مهمة ومتعددة حول سوريا، وكذلك المتحدثون الذين انضموا إلينا اليوم تحدثوا عن أمور أخرى. هنا سيد أنتوني نوت يرأس مشروع طويل الأمد حول سوريا، ويسعدنا إذن كمنظمة معنية بحقوق الإنسان أن نحظى بدعم مؤسسة هاينريش-بيل وأن نتعاون معها، ليس فقط في هذا المساء وليس فقط في إطار المشاريع الكبرى، ولكن مشاريع أخرى. وأحد هذه المشاريع هو الدعوة التي رفعناها بالأمس لدى المدعي العام. لن نركز اليوم على هذه الدعوة. السيد باتريك موجود هنا اليوم، هو الذي كتب هذه الدعوة طبعا بالتعاون مع السيد درويش والسيد البني. سنتحدث عن هذه الدعوة لاحقا، ولكن الهدف من هذه الفعالية هو أن نضع سياقا لهذه الدعوة. إذن سوف نركز على الجريمة والعقاب، الجريمة وتحقيق العدالة والمساءلة. الجلسات الثلاثة سوف تحاول أن تسلط الضوء على موضوع العدالة من مناظير مختلفة. طبعا صعوبة تحديد الجرائم التي سوف نركز عليها، تعددت الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بعضها تم تسليط الضوء عليها من مؤسسة هاينريش-بيل أو من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ولكن الجرائم تعددت. كان يمكن أن نتحدث عن الجرائم ضد المرأة. كنت أتمنى سيد أستمير أن تتحدث أنت على الجرائم ضد المرأة، لأن في ولاية بادن فيرتمباغ يتم استضافة النساء التي وقعنا ضحية للجرائم التي ارتكبت في سوريا، ويتم تقديم المساعدة القانونية لهم في ولاية بادن فيرتمباغ في ألمانيا. ولكن سوف تدركون سيداتي وسادتي فيما بعد أن هذه الجلسات سوف تتناول بعض من هذه الجرائم. أعتقد أنكم كلكم ستوافقونني الرأي أن التعذيب هو من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب، ولذلك فإن الدعوة القضائية التي رفعناها إلى المدعي العام بالأمس وكذلك فعالية
الليلة ستركز أساساً على التعذيب، وذلك بسبب عمل منظمات مثل Human Rights Watch التي صدر عنها تقرير مهم اسمه إذا تمكن الموتى من الحديث، فقد نشروا 150 صورة التي حصلوا عليها من القيصر، وهو لقب أطلق على عسكري سابق انشق عن النظام. وكذلك حصلنا على صور من سجن سدنايا الذي يسمى المسلخ البشري. إذن هناك الكثير من العمل الذي ركز على التعذيب، فقد ركزنا على سدنايا وكذلك على سجن تدمر، وأننا لا نتحدث فقط عن ستة عوام المنصرمة أي منذ عام 2011، ولكن نتحدث عن وسيلة قمع هي جزء لا يتجزأ من عمل نظام الأسد. نتحدث هنا عن التعذيب المنهجي. كل من ينظر في إفادات الشهود أو في الوثائق المختلفة يقر بأن التعذيب يعد جزءا لا يتجزأ من عمليات نظام الأسد. وهنا نتحدث إذن عن مسؤولية المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة ومديري الاستخبارات السورية. لقد توجهنا إلى المدعي العام الألماني، والمدعي العام الألماني يركز أساساً على داعش وعلى جبهة النصرة. طبعاً هم يخضعون للتحقيق، ولكن نحن الآن ندعو إلى نهج أكثر استراتيجية للملاحقة الجنائية، وندعو إلى إخضاع المسؤولين رفيع المستوى للملاحقة الجنائية. إذن ستتعدد المواضيع قائد المناقشة، وسنبدأ بالسيدة لوتي لايشت، وهي محامية دنماركية. نميل إلى أن ننسى ذلك لأنها مدافع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وكذلك ترأس Human Rights Watch في أوروبا، مقرها في بروكسل، ولكنها تأتي بشكل منتظم لبرلين لأنها جزء من أو عضوة في مجلس إدارة مؤسسة هاينريش-بيل، وكذلك المركز الأوروبي لحقوق السورية وحقوق الإنسان. وسيدة لايشت إسن ستقدم لنا مقدمة حول الجريمة والمساءلة وال مصاعب التي نواجهها في تحقيق العدالة. تفضلي سيدة لوت. شكرا جزيلا، وشكرا أيضا لتقديم الدعوة لي لحضور هذا المؤتمر هنا اليوم. إنه بالفعل شيء رائع واستثنائي، وأنا مسرورة جدا بأن مؤسسة هاينريش-بيل والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الأسرية بالتعاون مع محامين والضحايا السوريين تبنوا هذا الموضوع بهذا الحماس في ألمانيا. وإذن سأحاول أن أشرح لكم لماذا. أيضاً أعتقد أن هذا له هذه الأهمية. ولفغان طلب مني أنني أقدم لهم لمحة عامة فيما يخص الانتهاكات التي قمنا بتوثيقها وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي من ما يتصم به النظام في سوريا. وإذن كمنظمة، نحن في منظمة Human Rights Watch منذ عام 2011، منذ بداية الانتفاضة السلمية تمت الاستجابة لها من قبل النظام الوحشي، يعني بالقتل والتعذيب والاعتقال، وقمنا بالتوثيق تصعيد على صعيد الشدة وأيضا على صعيد حجم الجرائم المرتكبة كما سبق وذكر السيد جيم أوزدمير بين كل الطرفين. ولكن أود أن أقول منذ البداية بكل وضوح، ليس هناك أي توازن للانتهاكات، وهناك جرائم مرتكبة من جميع الأطراف، وسأدخل في التفاصيل هذه الجرائم، ولكن ليس هناك مساواة على مستوى الانتهاكات. إننا كمنظمة نعزون أن 90% من الضحايا المدنيين يمكن أن تصنف من ضحايا للنظام الأسد والميليشيات الطابع لها والموالية لها بدعم من حزب الله، والآن أيضا بالقصف الروسي الداعم. وفيما يخص حجم وشدة الجرائم التي وثقناها نحن،
هي على حجم لم نشهده منذ زمن طويل، وأنا عملت في حروب كثيرة في شتى أنحاء العالم. وتدهشنا كثيرا ما وثقنا قصف للمناطق المدنية السكنية، للمخابز، للأسواق، للمدارس وللمستشفيات. وقمنا بالتوثيق استخدام أسلحة غير مميزة وغير مشروعة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، البراميل، القنابل العنقودية، وأخيرا أيضا البراميل المتفجرة من أجل الخرق إلى السراديب العميقة، حيث لجأوا إلى هناك السكان المدنيين في مدينة حلب. لقد وثقنا التعذيب والإعدام وحرمان المدنيين من الحرب من المناطق المتنازع عليها، وأيضا منع وصول المساعدات الضرورية اللازمة، بما في ذلك المأون والأغذية والأجهزة والأدوية الطبية. ونتحدث اليوم عن وقف إطلاق النار في سوريا، ولكن الواقع اليوم في سوريا عندما تحاول أن توصل الأرضي إلى بعض هذه المناطق المحاصرة يتم فتح إطلاق النار عليك. وإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضا فظائع مرتكبة تصاعدت 4 سنوات، ووثقنا بشكل تفصيلي القصف وأيضا القتل غير التمييزي باستخدام أنواع من القنابل غير المسموح بها، وأيضا عمليات الاختطاف والإعدام، وأيضا عملية تعبيد النساء والاغتصاب. وإذا كل طيف الواصل للفظائع موجود. وإضافة إلى ذلك هناك أيضا، وهذا موضوع الدعوة المسجلة في الأمس، هناك جرائم مرتكبة وراء الجدران لمراكز الاعتقال الكثيرة جدا للنظام السوري، وهي في فروع مختلفة للاستخبارات والأجهزة الحكومية المختلفة. وإذا الانتهاكات على حجم وعلى صعيد إلى درجة أنك عندما تلقى الشهادات للضحايا والشهود من نجوا بالفعل من هذه الأماكن ونجحوا في الإفراج عنهم يعني بالكثير من الحياة بفضل الرشوة المدفوعة من قبل أهليهم، وإذا أيضا شهادات من قبل المنشقين من لم يعد يستطيعوا أن يتحملوا ذلك وهربوا من النظام، وتحدثون عن أسوأ أنواع التعذيب وسوء المعاملة والتجويع من أسوأ الأنواع، حيث يفقدون الأشخاص خلال 6 أشهر فقط ما يصل إلى 40 كيلوغراما من الوزن لجسدهم، ويتعاملون بشكل غير لائق أبدا من حيث الظروف الصحية، وحيث يمرضون نفسيا ويرفضون تناول الطعام. يتم إعدامهم في أثناء الليل. عندما تقع التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية يعني لا يمكن تحمله، ولكن هذا أساسا مع ذلك ليس موضوع النقاش في بلداننا، بل انتقلنا في بلداننا إلى نقاش حيث نرى الناس الحاربين من هذا النوع من عدم الإنسانية كمشكلة، ونرى إلا أن هؤلاء هم المشكلة. وإذا هذه بالفعل المشكلة، أننا نركز على هذا الجانب بدل من أن نحاول أن نساعدهم بالحصول على الحماية التي يحتاجون إليها ويحق لهم أن يحصلون عليها، ولكن أيضا بدل أن نبذل جهودا من أجل مساءلة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم. ولماذا إذن هذه الأهمية للعدالة؟ دعوني أكتبس شيء للصيد أسد. في بداية عام 2015 في شهر يناير قال ورد نوعا ما للصور التي خرجت عن طريق القيصر. وإذا الاقتباس على هذا الشكل يعني لا تستطيع أن تأتي بأي اقتباس وتقول أن هذا تعذيب، وليس هناك أي برهان والدليل لذلك، وهنا فقط ادعاءات بدون أي دليل، وهذا نهاية الاقتباس. وهذا يأتي من شخص واعي تماما بهذه الانتهاكات، ولكن يأتي أيضا من شخص، من رجل على يقين تام بأنه يفلت من العقاب لهذه الجرائم. وهذه المشكلة الحقيقية،
أن العدالة ليست هي من الرفاهية الأخلاقية للضحايا فقط، الضحايا ومن نجوا من هذه الجرائم، ولكن أيضا أهالي ممن لم ينجوا لهم الحق في العدالة، لهم الحق في هذا النوع من التصفية السلمية من أجل الانتقال إلى المستقبل والمضي قدما. وإذا من المهم للغاية أن الحساب الذي كان على بال المجرمين منذ سنوات الآن، أي أن الجريمة لها قيمة وتصل بهم إلى المكان المستهدف مهما كانت، إذا كانت امتيازات أو فائدة معينة، إذا هذا الحساب يجب أن نخبه، والعدالة جزء من هذه العملية. شيم أوستمر قال وهو الحق بذلك أننا خسرنا نزاعات ونضالات في مجلس الأمن، يعني حيث الأسد وروسيا والصين اعترضوا على قرارات وتحويل قضايا إلى المحكمة الجنايات الدولية، والطريقة الوحيدة للوصول هناك هي فقط بسبب عدم كون سوريا جزء موقع، دولة موقعة على ميثاق الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. فهذا ما أيضا طبق بالنسبة لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية منذ أيام معدودة. وإذا ماذا يجب أن نفعله؟ إذ أننا علينا أن نخرب هذا الحساب أن الجريمة لها قيمة ومن يستخدمها بحق على ذلك. فالآن بعد أن أتحدث قليلا عن المستوى الدولي، أعود إلى الولاية العالمية. وعملنا من أجل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي شهر ديسمبر العام الماضي نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا في المكان الذي فشل فيه مجلس الأمن الأممي. بالطبع لم تستطيع الجمعية العامة أن تعطي التحويل القانوني لمحاكمة الجرائم المرتكبة في سوريا، بل فعلت الشيء الثاني الجيد، إذ أنه قامت بإنشاء لجنة ستتم تمويلها إن شاء الله أيضا ألمانيا من أجل الحفاظ على الأدلة، من أجل في مستقبلا تحضير القضايا الجنائية. وإذا منذ الآن يجب أن يكون الجنات حذرين وواعيين بذلك، إذ أن منذ سنوات طويلة لجان أممية إضافة إلى لجان دولية أخرى قاموا بالتوثيق وجمع الأدلة، ولكن هناك الآن أصبحت هيئة أممية موجودة تقوم بتحضير الأدلة من أجل تحضير الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم أينما كانت. وهذا على سبيل المثال ممكن أن تكون مثلا أمام المحاكم الوطنية باستخدام الولاية العالمية، وصدقوني أن هناك ميول لاستخدام هذه الوسيلة كما حصلت سابقا. أول قضية حيث تمت محاكمة أحد الجنات أمام محكمة خاصة أممية كانت قضية للشخص مسمى بتادج، ولكن كان هو أيضا حارس أو مدير سجن ارتكب جرائم جسيمة في منطقة البوسنة والهرتسك، وتم تدير هذه القضية في ألمانيا وأوشكت على الانتحار وتجهيزها للمحاكمة في ألمانيا، ومن ثم ألمانيا سلمتها لمحكمة خاصة للوغوسلافيا السابقة، إذ أنها كانت أول قضية كانت لهذه المحكمة ممكن أن تبنيها. وإذا نستطيع أن نتوقع أن يكون هناك أيضا طريقة معاقسة، يعني حيث أن هذه الهيئة الخاصة الأممية قد تستطيع أن تسلم بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية التي تستطيع أن تحاكمها. وأيضا البشرة الأخرى، وهي بالفعل بشرة، أن ضحايا أصبحوا الآن يدافعون عن أنفسهم بمساعدة المحامين وبمساعدة منظمات مثل المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية، وهم يأخذونها بمأخذ الجد، إذ أنهم جربوا وعاشوا الشهادات المجمعة والقضايا لها فضل، وهي قضايا قوية، وجنات الجرائم في هذه القضايا ستعمدون للعدالة يوما ما. وإذا قاد القضايا تتقدم ببطء، ولكن تتقدم، وفي بعض الأحيان أشخاص مثلي نفتقد إلى الصبر، ولكن تعلمت الصبر عبر سنوات، وتعلمت أن من
أفلت من العقاب للجرائم وحيث وصل إلى منصب في الحكم بسبب ارتكاب الجرائم، في نهاية المطاف خسروا هذا الريحان. ولكن أخيراً هناك أيضاً عامل آخر، بمعنى أنه ليس فقط الجنات المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب الجرائم في سوريا من قبل جميع الأطراف، سواء من النظام أو الميليشيات أو المعارضة. أو بالفعل العامل هو هنا أن كل من تم إصدار الأحكام عليهم بسبب ارتكاب جرائم الحرب، مساعدتهم عن طريق تسليم وتوريدهم بالأسلحة. وإذا مثلاً هناك قضية مرفوعة على تشارلز تايلر الذي تحول فيما بعد إلى رئيس ليبيريا ووجد مذنباً أمام محكمة حجينة أو محكمة دولية بسبب جرائم مرتكبة ليست في ليبيريا حتى ولو كان مسؤولاً عن ذلك أيضاً، ولكن بسبب جرائم مرتكبة في الدولة المجاورة سيراليون، حيث ارتكب جرائم عن طريق تسليم أسلحة للمتمردين الذين استخدموا هذه الأسلحة من أجل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك. إذن حقوق الإنسان في عام 2012 تبنينا هذا المبدأ، وكانت عملية صعبة لتسليم هذه الرسالة، حيث سجلنا جرائم تم ارتكابها من خلال استخدام أسلحة سلمت لنظام الأسد، وهذه الرسالة سلمناها لأكبر شركة لصناعة الأسلحة في روسيا، وسلمناهم هذه الرسالة بملاحظة عليهم الأخذ بالاعتبار لهذه الرسالة، حيث أصبحوا متعرضين لملاحقتهم قضائيا لمساعدة ارتكاب هذه الجرائم. وهذا كان في عام 2012، هي ليست فقط قصة وحادية الطرف، إذ أن هناك الكثير من الأطراف في النزاع، ولكن يجب أن يبقى الجميع أن يحشوا بالتحذير أنهم يمكن معاقبتهم وملاحقتهم بسبب ارتكابهم جرائم في النزاع. وهذا أيضا عن طريق مساعدة النائب العام الألماني مثلا في مرافعة القضايا. ودعوني أختتم بمطالبة مباشرة للحكومة الألمانية، وأفعل ذلك إذ أنك هنا السيد أندرياس ليس كممثل للحكومة الألمانية ولكن ممثل لوزارة الخارجية الألمانية، ولكن لربما تستطيع أن تعيد بهذه الرسالة. إذا الأدلة ليس مجانية بل تكلف الأموال، وعلينا أن نرى الحكومات التي تصر، ونحن سعيدة بذلك، تقول وتعبر عن الحاجة للعدالة من أجل الجرائم المرتكبة في سوريا، ويجب مساءلة الجنات. هذا جيد جدا، ولكن هذا ليس بالرخيص، وعلى الحكومات الآن أن تدعم هذه الأقوال وهذه الكلمات بالخبرة السياسية وأيضا بالتمويل والدعم المالي. وهذا يطبق أيضا على النيابة العامة الألمانية، تحتاج إلى القدرات الإدافية من أجل التعامل مع ذلك، وإذ أن ألمانيا في مكانة مميزة من أجل التعامل مع هذه الجرائم نظرا إلى وجود هذا العدد الكبير للضحايا العرضية وللمرتكبين المحتملة، ولكن تحتاج أيضا إلى أموال إضافية من هذه الهيئة الأممية الجديدة، إذ أن النيابة العامة الهولندية وضعت معيار عاليا. وبالفعل مرت قضية هناك، ولكن من أجل يعني تخصيص سنويا مليون يورو لهذه النيابة العامة، لو استطعنا أن نفعل ذلك على حجم أوسع، إذ أن ألمانيا بلد أكبر بكثير، إذا تستطيع هذه الآلية أن تبدأ بالعمل بشكل ناجح مباشرة. وإذا أرجو أن توفر لنا الأموال مباشرة، ودعونا نشتغل على هذه القضايا الهامة جدا. شكرا جزيلا. Yeah, thank you very much, Lotte, for. شكرا جزيلا لوتي بتذكيرنا بأن ليست هناك تسوية في سوء المعاملة بالنسبة لاقتباس الأسد، وأنا لكن أنتم بأن مازم عنوى وباتريك بكل تأكيد سيهدفنا قليلا عن قوة القضية المرفوعة على حكومة الأسد بسبب التعذيب، يعني
شكرا لتذكيرنا أيضا بأن هناك أطراف أخرى خارج أوروبا وخارج سوريا أيضا، وأنا سعيد جدا أولا بسبب أن العدالة ليست بطيئة كما عادة ما هي تجربتنا، وإذا حصلنا على بشرى لقضية سجلناها بتعاون مع منظمة فرنسية اسمها شيربا بحق شركة العمار الفرنسية لافرش، إذ أنها عملت في المنطقة التي تسيطر عليها داعش في الرقة، ورفعنا دعوة عليهم بسبب مساعدة داعش ودعم داعش، وقاموا ما فعلت تفعل كل شركة في مثل هذه الحالات، حيث نفوا كل مسؤولية لما ارتكبوا، والآن اعترفوا بشكل علني بما ارتكبوا، وهذا ليس بالقدر الكيف، ولكن خطوة هامة إلى الأمام. وثانيا استطعنا أن ننظر في قضية لإحدى الشركات الألمانية الصانعة أو التي أوردت أجهزة رقابة ورصد لسوريا. إذن إحدى الشركات التي تورد هذا النوع من التجهيزات لنظام قامع وظالم، وإذ أن هناك في الشرق الأوسط هناك الكثير من الأرباح التي يمكن تحقيقها في هذا المجال. وإذا أرحب مرة أخرى وسعيد جدا بالترحيب مرة أخرى بسيد كريس وودز. لقد جلسنا في أحد المؤتمرات منذ أسابيع قليلة حول الحرب بالطيارات من غير طيار، وهو صحفي تحقيقي استقصائي، وهو يعمل من أجل منظمة اسمها Airwars. إذن هو وزملائه يجمعون عدد هائل مدهش من المعلومات عن الحروب الجوية، ولديها أدلة كثيرة أو ارتكاب قصف جوي وغارات جوية تنتحق القانون الدولي من قبل القوات السورية والقوات السورية. وإذا أتطلع بفارغ الصبر إلى أن أستمع عليك تتحدث عن هذا الموضوع، وإذا بعض المعلومات والملاحظات عن آخر تقرير أممي الذي نادى أيضا ليس فقط على الأطراف السورية والمجتمع الدولي، بل على الدول الوطنية من أجل تعزيز إمكانياتها في مجال المساءلة. إذن أتحدث هنا عن نفس الشيء. إذن كريس الكلمة لك. شكرا جزيلا، يسعدني أن أكون معكم اليوم، خاصة مع وجود ممثلي المجتمع المدني السوري. لقد طلبت مني أن أتحدث عن الضربات الجوية الدولية، وهو موضوع مهم في سوريا. عندما نتحدث عن الضربات والخسائر المدنية، فأول ما نفكر فيه هو استخدام نظام الأسد الضربات الجوية على المناطق التي يسيطر عليها الثوار، وقد أودت بحياتي أكثر من 10,000 من غير المقاتلين. وكما نعرف اليوم، النزاع السوري هو نزاع دولي يضم عدد من الدول. منذ 2014 شهدنا 20,000 ضربة جوية من 18 دولة، إذن حوالي أكثر من 15,000 ضحية. والتحدي الذي نواجهه هو أن 4 من 5 أعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأمم المتحدة هم منخرطون حالياً في الحرب في سوريا، الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة وفرنسا. الانخراط العسكري في سوريا قد شابه الجرائم الحرب عن عمد أو عن غير عمد. في 2013 حكومة أوباما وحكومة المملكة المتحدة لم تود أن تنخرط في استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. كما عرفنا بالأمس، فإن استخدام القنابل العنقودية والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية قد استمرت في حلب حتى ديسمبر كانون الأول وما بعد ذلك. إن
ما حدث في سوريا هو أن داعش قد ازدادت نفوذا في سوريا. منذ 23 من سبتمبر 2014 فالتحالف بقيادة الولايات المتحدة قد قادت 7,500 ضربة جوية في سوريا. 95% من هذه الضربات قادتها أمريكا. واليوم اعترفت الولايات المتحدة بخسائر من صفوف المدنيين وصلت إلى 115، ونعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، يصل إلى 1,100 ضحية. لقد ثورتنا الشكوك إزاء مدى قانونية هذه الضربات. بعض المحامين يقولون أن هذه خسائر جانبية، إذن هي مشروعة إلى حد ما. وهناك مخاوف كذلك أخرى، منظمة العفو الدولية قد قالت أن هناك 300 ضحية مدنية نتيجة لعشر ضربات جوية، وأثرت شكوكا كبيرة متعلقة بمبدأ التناسب ومبدأ التمييز. نحن هنا نتحدث عن جرائم حرب، ووسائل الإعلام لم تركز على جرائم الحرب التي ارتكبت على يد هذا التحالف. الدول التي تقوم بقصف سوريا منها كندا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تفصح عن أماكن القصف، وبعض الدول تفلت من العقاب حتى لا تقدم للعدالة عندما تخرج عن الأمور عن السيطرة. بلجيكا ودنمارك وأستراليا وهولندا حتى يومنا هذا لا يفصحون شيئاً إطلاقاً عن أعمالهم العسكرية في سوريا، مما يجعل من المساءلة أمراً مستحيلاً. وإيطاليا وألمانيا لم تشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ولكنهم يقدمون معلومات استخباراتية لحلفاء آخرين من دون شن عمليات عسكرية. الأردن والبحرين والإمارات، كل هذه الدول العربية تصر على أن الضربات الجوية التي شنتها لم تقتل أحدا في سوريا، ولكن نفس هذه الدول التي تستخدم نفس الطيارات ونفس المتفجرات اتهمت من قبل الأمم المتحدة على أنها قتلت 6,000 يمني. ولذلك لا يمكن أن نصدقهم عندما يقولون أنهم لم يؤدون إلى أي خسائر في سوريا، ولكنهم أدوا إلى هذه الخسائر في اليمن. هذه الخسائر الجانبية مهمة. الاعتقالات، عفواً، الأعمال العسكرية التي تقوم بها بريطانيا وإسرائيل قد أودت كذلك بحياة العديد. العراق قد استهدفت مرافق داعش في سوريا. إيران كذلك قد استهدفت مواقع حول حلب. وتركيا تود كذلك أن تغزو بقوة برية شمال سوريا للقضاء على الفصائل الكردية. ومع سقوط مدينة الباب نرى أن أكثر من 500 مدني قد لقى حتفه على يد القوات التركية. كل هذه دول منخرطة في العمليات العسكرية في سوريا، ونحن هنا لا نعرف ما هو حافز، أين حافز تحقيق السلام. عندما تدخلت موسكو عسكريا في سبتمبر 2015 بدأ الأمر أن نظام الأسد قد وصل إلى آخره. أكثر من 10,000 ضربة جوية قتلت، وتمكنت من نظام الأسد من استعادة حلب واستعادة أماكن أخرى في سوريا. روسيا قد تبنت نظرة الأسد، وهو أن جميع المدنيين غير المقاتلين يمكن أن يستهدفوا مثلهم مثل الثوار. إن شبكة حقوق الإنسان في سوريا والموجودة هنا كذلك تقول أن هناك أكثر من 5,000 مدني قد لقى حتفه على يد الروس وضربات الجوية التي يشنها. 13,000 من صفوف المدنيين قد وقعوا نتيجة للتدخلات الروسية. في مناسبات متعددة استهدفت روسيا البنية التحتية المدنية والمقتضبة بالمدنيين. وتقرير الأمم المتحدة
يشير إلى الآتي: بين يوليو وديسمبر 2016 القوات الروسية والسورية قد شنت ضربات جوية أودت بحياة المئات ودمرت الأسواق والمستشفيات والمدارس وحولتها إلى أطلال. بحلول سبتمبر 2015 القوات السورية كانت مدمرة ولكن حظت بالدعم على يد القوات الروسية، وتم إعادة تدريب القوات الروسية، تم تقديم الذخيرة لهم والمؤن. هذا يعني أن المتضررين لا يستطيعوا أن يفرقوا بين الضربات الجوية الروسية والسورية. يتم استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة على الأماكن المدنية والتي أودت بحياة الكثيرين. كما أشارت الأمم المتحدة، هناك تجاهل تام من جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بمبدأ التناسب ومبدأ التمييز وعدم اتخاذ أي إجراءات احتياطية لمنع خسائر مدنية أو أي أضرار للبنية التحتية المدنية. هناك صور وهناك إفادات للشهود تقدم معلومات حول ما تم، وتشير هذه الدلائل إلى أن الضربات الجوية من سوريا ومن روسيا تستهدف الإرهابيين فحسب. ليس من الواضح ما هو تأثير الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط التي اعترفت ب الخسائر المدنية، ولكن دول أخرى مثل هولندا على سبيل المثال، مثل روسيا وسوريا، تقول أنهم استهدفوا فقط الإرهابيين. هذه طريقة للإفلات من العقاب. إن المدنيين في سوريا لديهم الحق في معرفة من هو الذي يقتلهم، ومن حقهم كذلك أن يقدموا هؤلاء الجناه للعدالة. الخطوة الأولى التي يمكن أن نتخذها هو أن ندرك أن القوى العظمى في كثير من الأحيان هم جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. Yeah, thank you very much, Chris, for reminding. شكرا كريس على تذكيرنا بمعنى كلمة الحروب الجوية وما هي الأضرار التي تنتج عن الضربات الجوية حتى وإن كانت ضربات مشروعة. هذه الضربات يمكن أن تنتهك القانون الإنساني الدولي، وقد قلت بحق أن كل هذه الأضرار يمكن أن تعتبر قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. بعض المحامين يقولون أن هذه أضرار جانبية أو تبعية، ولكن هناك محامون آخرون مثلنا ينادون بإصلاح القانون الإنساني الدولي وينادون بالمساءلة هو. يؤسفني أن أذكر مرة أخرى قضية مرتبطة بتفجيرات القندس. بعضكم قد يتذكر واقعة أصدر فيها الجنرال الألماني أمرا بتفجير في أفغانستان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بروكسل تنظر في هذه القضية الآن، فهي قضية ضد ألمانيا. وعندما نتحدث عن بعض أوجه التناقض التي نشهدها في ألمانيا، هو أن ألمانيا تتخذ الكثير من الخطوات على المستوى العالمي لدعم المساءلة والعدالة الجنائية الدولية، ولكن في بعض الأحيان ألمانيا لا تدرك أو لا تمتثل للوعود التي تعهدت بها. لن أدخل في تفاصيل واقعة القندس سيد أندرياس كروغر، ولن أتحدث عن الطائرة دون طيار. يسعدنا وجودك معنا سيدي كروغر، لأنك كنت سفيرا للمفاوضات لسوريا وقد رأست كذلك قسم العراق وسوريا ولبنان وكذلك القسم المعني بالتحالف ضد داعش في وزارة الخارجية الألمانية. نود أن
نستمع إلى الإجابات التي يمكن أن تقدمها لأسئلة لوتة. ما هو دور ألمانيا في هذا السياق؟ أنت تذهب إلى جنيف في كثير من الأحيان وتعرف أن محادثات جنيف لا تنظر في موضوع المساءلة، ولكن أود أن نعرف منك ما مآل محادثات السلام، ما الذي توصلت إليه؟ هل يتم ذكر موضوع المساءلة؟ وما هو دور ألمانيا في لاهاي، في برلين، في جنيف وفي كارلسروة لضمان تحقيق العدالة وتحقيق المساءلة لكل هذه الجرائم التي تحدثنا عنها؟ شكرا على دعوتي لهذه الفعالية. طبعا من الصعب أن نربط بين الواقع المزري في سوريا مع المحادثات التي تحدث اليوم في مدينة جنيف. المداخلات التي استمعنا إليها ذكرتنا أن الانتهاكات التي تحدث في والعنف الذي يحدث في سوريا ليست من الأثر الجانبية للحرب، بل هي جزء لا يتجزأ من طريقة عمل النظام. كل الجهود التي تتم في جنيف ترمي إلى تغيير هذا الجزء الذي لا يتجزأ من منظومة عمل النظام الحالي. باختصار شديد، المحادثات السياسية التي بدأت لتويها في جنيف، لقد عدت لتوي من جنيف لأحضر هذه الفعالية. للأسف يؤسفني أن أقول أنها لا تسير على ما يرام، وكان ذلك متوقعا، ولكن إذا خرجت المحادثات عن مسارها هذا أمر لا يزال مؤسفا برغم أنه كان متوقعا. المعارضة best equipped. المعارضة تلعب دورا بناء، وأعتقد أن الوفد المعارض الحالي ينتهج نهجا فعلا إيجابيا. هم يقومون بكل ما يمكن أن يقومون به في ظل هذه الظروف الصعبة، إنهم يغطون نطاق شامل وواسع من المواضيع، وهناك الكثير من الأصوات الرائعة التي نستمع إلينا. ولكن طبعا هناك بعض الأشخاص الذين يعبرون عن أيديولوجيات لا يمكن نحن أن نقبلها. برغم من ذلك كل أعضاء الوفود قد التزموا بورقة رؤية، وهذا أساس جيد لمرحلة الفترة الانتقالية، وكنت أنا جزء من الفريق الذي قدم ورقة الرؤية هذه في نيويورك في العام المنصرم. طبعا السيدة لايشت، لوت لايشت، على حق عندما تركز على الدور الروسي، وخلال الأيام المنصرمة روسيا تقدمت بوعود كبيرة ولم تفي بهذه الوعود، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات، وقف إطلاق النار. روسيا تعتبر أن وقف إطلاق النار يتم الالتزام به جزئيا، وأنا أعتقد أن هذه نظرة تفاؤلية جدا. هناك انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار خاصة من قبل النظام، وحتى الآن روسيا لم تتوصل إلى أن تقنع النظام السوري بإجراء هذه المحادثات بشكل بناء مثلها مثل المعارضة. طبعا هذا شيء لا يدهشنا، ولكنه لا يزال أمر محبط، وهو يختلف تماما عن ما أعلنته روسيا من قبل. وطبعا رأينا تصويت روسيا على قرار مجلس الأمن المعني باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا دليل على ما تقوم به روسيا حيث استخدمت حق الفيتو. من المحبط كذلك أن نرى أن روسيا والصين قد استخدموا حد روسيا، ولكن كذلك بوليفيا صوتت ضد هذا القرار، وأعتقد كذلك أن هناك 5 دول قد امتنعت عن التصويت على هذا القرار. وإذا قرأتم هذا القرار المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، لم يكن هناك أي خطاب تحريضي، لم يكن هناك أي نبرة
تشكل مشكلة. يعني كان من السهل أعتقد أن يتم الموافقة على هذا القرار. إذن فرص الحل السياسي حاليا ليست بكبيرة، هي ضئيلة إلى حد كبير. الفصل الأول من المحادثات سينتهي يوم الجمعة أو السبت، ثم سوف يكون هناك استراحة وستبدأ محادثات أخرى في منتصف شهر مارس آذار. ولكن من الجوانب الإيجابية للأيام السبعة المنصرمة هو أنه اتضح لنا العلاقة الوثيقة بين المساءلة والانتقال السياسي، وكذلك أهمية أن نطرح موضوع المساءلة على الطاولة. من ناحية برنامج هذه المحادثات أو أجندة هذه المحادثات قائمة على قرار الأمم المتحدة 2254، خاصة الفقرة رقم 4 التي تعطي تشتفى من الصورة ولاية إجراء هذه المحادثات. ونحن نتحدث أساساً عن الانتخابات والدستور، وهناك ثلاثة سلال إذا صح التعبير، وهي واحدة معنية بالدستور، واحدة بالحكومة، وواحدة بالانتخابات. طبعاً عندما نتحدث عن الحكومة أو الحوكمة يمكن أن نتحدث عن المساءلة. طبعاً عندما نتحدث عن الدستور نتحدث عن الفصل بين السلطات، وحتى عندما نتحدث عن الانتخابات والانتخابات ترمز إلى المساءلة السياسية، وقانون الانتخابات ينبغي أن يستثني أولئك الذين ارتكبوا حروب أجرام حرب من وجهة نظري، وهذا شيء ينبغي أن نتأكد منه وأن نضمنه، وينبغي أن ندعم جميع الجهود لنضمن أن المساءلة تظل جزء لا يتجزأ من هذه المحادثات منذ اليوم الأول. والمسار الثاني هو أن يظل موضوع المساءلة على الطاولة السياسية. هناك تقرير للجنة التحقيق الدولية والذي أصدر إعلاناً، وغدا نقيم فعالية بتعاون مع وفود عدة حضرت محادثات سوريا بتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وكلكم تعرفون طبعا أن ألمانيا كانت ممثلة ودافعت كثيرا عن إنشاء لجنة التحقيق هذه. لا أستطيع أن أقدم لكم أرقاما، أي لا أستطيع أن أقول لكم ما هي الموارد المالية التي سوف نقدمها لدعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية في سوريا، ولكنني متفائل أننا سوف نقدم دعما ماديا. لا ليس لدي الأرقام بعد، ولكنني فعلا متفائل أننا سوف ندعم هذه الآلية بالكثير من الأموال. سيباستيان الذي هو حاضر معنا يعمل على هذا الموضوع. إذن أعتقد أيضا هناك جانب هام للغاية أيضا، وأعتقد أن نشكر السيد ستيفن ديمستور على ذلك، إذ أن هناك الكثير من الانتقادات الموجهة إليه على حق أو على غير حق في بعض الأحيان، ولكن انتقدته أنا أيضا بالنسبة لشيء لم أحدث عنه، ولكن يعني انتقدته منذ يومين فقط يعني بشدة. ولكن شيء واحد لا تستطيع أن تلومه به هو أنه بالفعل يحاول قدر الإمكان الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات المدنية السورية طالما تسمح له بذلك ولايته. يعني مثلا هناك لجنة استشارية للسيدات، وأيضا على حسب ما أظن يعني يحاول قصار جهودي من أجل أن يدع هذه المسائل أيضا في لب موضوع المفاوضات. وأيضا طبعا يجب أن يعمل على تحقيق توازن معين، يعني وأعتقد أن البعض قد تابع هذا الموضوع مثل ما تابعته أنا والكثيرين الآخرين أيضا. يعني كل المقالات مثل التلفزيون الروسي الرسمي اللي قالوا حيث قد يخرج، يعني كل هذه الأشياء الجميلة الصغيرة يعني تستطيع أن تفعله، يعني لو وضعت أن تستخف من
سلطة شخص، ولكن أعتقد بالفعل أنه يحاول أن يفعل ذلك بالفعل. ومن الهام للغاية أن جنيفا أيضا هي مثابة بمثابة منصة للضحايا لكي يسمع إليهم. منذ فترة وجيزة أيضا مولنا فعلية منظمة من قبل اللجنة الاستشارية للسيدات للمعارضة من أجل التحدث عن المساءلة في جنيف. فإذا هذه الأشياء أعتقد أنها مهمة للغاية. أظن أود أن أضيف شيء واحد قبل أن أختتم كلامي. أعتقد من أكثر التجارب حزناً ومؤسفاً للعام الماضي هي المحاولة الشاملة للعمل على ما نعبر عنه باللغة الدبلوماسية إجراءات بناء الثقة. فإذا من ضمن ذلك يجب أن تكون على سبيل المثال الإفراج عن السجناء، يعني الإفراج عن السجناء، ولا أتحدث عن تبادل السجناء، إذ أن هناك أيضا سجناء بين أيدي القوى المعارضة المسلحة، وأيضا هناك تبادل غير إنساني أبدا وفظيع يعني بين بعض هذه المجموعات وبعض الأطراف الأخرى، وبعض النزاع على السيطرة على هذا التجارة أو البضاعة إذا صح التعبير، البضاعة البشرية. ولكن ليس هناك أي شك أن في الغالبية العظمى أغلب الضحايا لهذه الأشياء هي في المراكز اعتقال تابعة للحكومة، وهي في الغالب ليست سجون حتى في المعنى السوري، مفهوم السوري لهذه الكلمة، هي زنازن تحت الأرض، يعني بالفعل أبشع أماكن ومؤسسات تستطيع أن تتخيلها. فإذا أعتقد أن هناك رسالة واضحة جدا أن الحكومة السورية لا تريد أن تبني الثقة، لا تريد أن تنجح هذه المحادثات، وإذا عقلت جميع الجهود حتى الآن من أجل الإفراج حتى عن الأطفال الصغار والسيدات. وأتذكر نقاش جرى في يوم الجمعة الماضي حيث مجموعة سيدات أخرى أيضا نظمت فعالية علنية في جنيف، وإحدى السيدات قالت أن كيف أريد أن أبعد عن ذلك، هؤلاء لم يعتقلون بل يختطفون أساسا، إذ أن أغلبهم الزوجات الأزواج لا يعرفون أينهم، يعني إذ أنهم ما زالوا على قيد الحياة إلى آخره. إذن بالفعل شيء مختلف، أما لا أستطيع أن كيف أعبر عن ذلك، ولكن أما هو عادة ما الاعتقال العادي الحكومي. وإذن جميع هذه الجهود قد صددت حتى الآن بشكل تام. لذا مرة أخرى أعتقد أن الطريقة الوحيدة من أجل تغيير المعادلة هنا عن طريق التغيير السياسي، وهذا ما نحاول أن ندعمه في جنيف، ليس فقط عن طريق الكلام بل أيضا بالأفعال، حيث ندعم أيضا الهيئات والمؤسسات عن طريق المساعدة اللوجستية للمعارضة من أجل إعطائهم يعني صح تعبير المنصة جيدة ليعملون انطلاقا منها. وحتى ولو الفرص ليست كبيرة والجيدة، هذه الطريقة الوحيدة لتغيير المعادلة نوعا ما، يعني فقط نحاول فقط تحسين هذه الحكومة لحد ما. إذ أننا كما سبق وذكرت وبدأت في التحدث عن أن القمع هو جزء أساسي لجينات هذا النظام. إذن شكرا جزيلا لأندرياس كروغر. ثلاث دقائق متبقية، لدينا دقيقة واحدة لملاحظة أخيرة. كريس، إذن كريس يرحب بكافة الأسئلة والملاحظات أثناء الاستراحة القادمة. لوتا، شكرا جزيلا. إذن سأخذ دقيقتين في هذه الحالة، كنت تتوقعين ذلك أليس كذلك؟ دعني أحجم مباشرة على ما قاله أندرياس من أجل أن أؤكد على أن يعني مطالبة حكم
مطالبة الأسد بالحكم يعني يعتمد إلى حد بعيد على ارتكاب لجرائم تنتهك بالقوانين الدولية. لكن من المهم للغاية أننا نفهم، وهذا ما يفاجئ الكثيرين، أن السلطة العسكرية للأسد بالدعم من إيران ومن روسيا الآن من الاستثناء جدا، أن هناك شيء شخص ما أو طرف ما ما زال يعارض ويكافح ضد هذا النظام وضد هذه السيطرة. ويعني لن قد لن نصل إلى حالة حيث قد تتداء الكفاح، وأنا على يقين تام بأن المعارض المسلح والكفاح المضاد الذي يجري بسبب وجود دوافع للمكافحة النظام، حيث أنهم يعلمون أنهم قد لا ينتصرون ولكن يكافحون ويتعرضون لذلك، إذ أنهم رأوا أن أحبائهم تعذبوا، اختفوا، قتلوا بالقنابل المتفجرة، بالقنابل الحارقة، وعندما حتى شخصا يحترق حتى الموت يعني لن تعود إلى أي مكان ما، ولن تستطيع أن تمارس عيشك يعني بسعادة ما. إذا هذه الدوافع لن تزول إلا إذا كانت هناك أجزاء من عملية السلام ومفاوضات السلام التي تدافع بالفعل عن الشعب السوري، وهذا الطرف يجب أن يكون ألمانيا والأوروبيين، وهذا يجب أن يكون دوركم. وأنتم أكدتم على عدد من العناصر والمشاكل، وأعتقد أنها مهمة، وأعتقد أن الأوروبيين عليهم أن يعبر عن رأيهم ويدافع عن بشكل بصوت عالي بالنسبة لإجراءات بناء الثقة، إذ أن هذا الصوت ليس عاليا حتى الآن، علينا أن نسمع. وهنا دعموا سواء إن كانوا مجموعات متطرفة مسلحة التي تقوم أيضا باختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن والاحتفاظ بهم، وأيضا أو داعمي الأسد يعني يستطيع أن يبدو برسالة واحدة. إذا أنا لم أستطيع أن تقدم هذه الرسالة، أستطيع أن تقدم أي شيء آخر من ضمنها الإفراج عن السجناء، وهذا يجب أن نسمع ذلك من طرف الأوروبيين، لأنهم موقفون إلى جانب الشعب السوري فيما يخص مساءلة إذا ارتكاب الجرائم، أيضا بالنسبة للاحتفاظ بأسلحة غير متميزة وحجمات لا تتميز على المدنيين، ويجب أن تكون رسالة أقوى وأعلى صوتا. ومن يدخل المفاوضات يجب أن تسمع هذه الرسالة بشكل أقوى، يعني عليكم أن تقدموا هذه الرسالة بمن تستطيع أن تقدم أداء، سواء كان في منطقة الخليج أو في تركيا أو في روسيا أو في إيران. وإذا هذا الدور أوروبا هنا. هل تريد أن تضيف شيء؟ أنا لن أعترض على هذا الكمان تلام، بالطبع على الأقل حاولت أن أعبر عن ذلك أيضا، وقلت ذلك على ما أظن، إن الرجال يتحدثون يعني بشكل خافض أيضا، ولكن بكل جدية يعني حاولت أن أقول، وقلت ذلك سابقا أيضا في جنيف، إن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية الألمانية في عصر هذا اليوم أعلن بيانا بالنسبة للتقرير اللجنة الأخيرة يعني، وإذا نتبنى المسؤولية ونركز أيضا على مسألة المساءلة، وإذا لا يجب أن ننسى أيضا أنه بالفعل هناك حاجة لصوت علني واضح يعبر عن موقفنا، ولكن ثانيا أيضا نحاول أن نرى كيف نستطيع أن ننخرط في هذه المفاوضات ونساند الأطراف في المفاوضات، وهذا ما نقوم به بالفعل، وليس فقط من خلال الأقوال بل من خلال الدعم الحقيقي من أجل الدفاع عن هذه المبادئ بالذات. كما لاحظتم قد يعني ما زلنا بعيدين كل البعد عن الانتهاء من هذا الجانب الواحد فقط للنقاش. وإذن شكرا جزيلا لكل المشاركين هنا معنا، لوتي لايت كسبوتس وأندرياس كروغر، وستكون مفاجأة جيدة لو
أغلبكم أو كلكم قد عادوا إلى هنا في تمام الساعة السابع إلى ربع، وربما سيكون عبارة بسيطة عن الاحترام إزاء المشاركين خالد غواص وأنور البني الذين سيتحدثان عن تجربتهم للتعذيب. شكرا جزيلا.